صباحك سعيد، شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير أخي رضا، لك وكل مشاهدي قناة النهار. عفوا، إذا بيان لوزارة الشؤون الخارجية دارت فيه بشدة عملية الاغتيال المغربية ضد رعايا ثلاث دول خارج حدودها طبعا، وهذه التجاوزات هي ليست الأولى للمخزن المغربي. أستاذ رضوان بوهيدل، كيف تقرأ هذه التطورات؟ لا، الأكيد أول شيء أنه هذه الاعتداءات الإرهابية من طرف الدولة المغربية لن تكون أيضا الأخيرة، مدام المجتمع الدولي ما زال ساكتا أمام هذه التصرفات، لأنه اللوبي الصهيوني متشعب في كل الإدارات الدولية، ومنه هناك ضمانات صهيونية للكيان المغربي أيضا حتى يتصرف بهذه العدوانية ضد المدنيين. هذا التصرف هو عمل إرهابي، هو إرهاب دولة بامتياز لا يمكن وصفه بغير ذلك. هي حتى لا ترقى لأن تكون جريمة حرب، هو إرهاب دولة، والجزائر ما قامت به هو تسجيل موقف فقط، لأنه الجزائر كعضو مراقب للأرض محل النزاع التي وقع عليها الاعتداء الإرهابي، من حقها على الأقل أن تخطر المجتمع الدولي، الهيئات الأممية المختلفة سواء هيئة الأمم المتحدة، مجلس الأمن، وحتى الهيئات الأخرى لحقوق الإنسان، بأنه المغرب يقوم بأعمال عدائية ضد المدنيين، لا أخلاقيا ولا سياسيا ولا يعني بكل المقاييس، هو عمل جبان وإرهابي من طرف المغرب. ويعني منتظر، يعني غير مفاجئ. الشيء اللي حبيت نقول انه العمل هذا، العمل الارهابي غير مفاجئ، لم نتفاجئ منه ولم نتفاجئ من هنا فصاعدا بهذا النوع من الاعمال. يعني مختلف التشكيلات السياسيه في الجزائر بالامس طبعا رسميه وايضا سياسيه نددت بهذا الاعتداء السافر للمغرب، لكن برايك استاذ رضوان بوهيدل، أنت قلت أن المغرب سيستمر والنظام المغربي سيستمر في هذه التجاوزات وهذا العدوان على أبرياء عزل، مجرد تجار يشقون الصحراء لبحثا عن قوتهم، برأيك أنت قلت أنه سيستمر نظام المخزن في مثل هذه التجاوزات، ألا لم يحن الوقت بعد لوضع حد لمثل هكذا التجاوزات يعني صبيانيا في نهاية المطاف، هذه التصرفات ضد دول جارة ويعني من نفس الانتماء؟ نعم، اليوم المغرب تحول إلى دمية في يد الكيان الصهيوني. نعم. يعني النظام المخزني أصبح ما يعرف بالماريونات التي يتم تحريكه بأوامر من الكيان الصهيوني وربما حتى من بعض الدول الأوروبية التي ما زالت حليفة، لكن المغرب اليوم يعيش حالة من التخبط، هو يريد أن يلفت الانتباه إلى هذا النوع من الأعمال على أساس أنه دولة قوية ولا يدري أنه ما قام به هو جريمة ضد الإنسانية تسمى الإرهاب، لأنه الاعتداء بأسلحة متطورة على أشخاص مدنيين خارج، بالإضافة أنها خارج أراضيك، حتى لو كان داخل أراضيك والأمر لا يجوز تقبض عليهم تحاكمهم، هذا إن كانت هناك تجاوزات، لكن هي عبارة عن قوافل تجارية كما تفضلت أخي رضا. لذلك أعتقد أنه من يوقف المغرب اليوم هو العزلة اللي راه بدا يدخل فيها يوم بعد يوم حتى يجد نفسه لوحده، بعدها سينتهي هذا النظام المخزني، لأنه ما يحدث من مرض الملك وصراع حول العرش هذا ما يؤرق اليوم المملكة المغربية، ويحاول توجيه الأنظار إلى أمور هامشية أخرى لإلهاء الشعب المغربي عن حقيقة ما يحدث من صراع داخل المملكة المغربية. برأيك أستاذ رضوان بوهيدل، يعني كيف يمكن أن يكون الرد أو التدخل لدول الثلاث طبعا اللي تم استهداف رعاياها؟ برأيك ما هو التدخل المناسب أو الرد المناسب؟ لا، هو مادام الاعتداء باش نكونوا في اطار القانون الدولي، الاعتداء كان على ارض محل نزاع وهي الاراضي الصحراويه،
هذه الدول تدخلاتها يجب أن تكون في إطار قانون دولي دائما من خلال إخطار هيئة الأمم المتحدة بالطرق الرسمية، يعني بمراسلات رسمية، ولما لا الذهاب حتى إلى المحاكم الدولية ربما لرفع دعاوي قضائية ضد النظام المخزني، لأنه تحول اليوم إلى نظام إرهابي يستهدف المدنيين. يعني لا يختلف كثيرا عن نظام الكيان الصهيوني الذي أيضا يستهدف المدنيين في غزة وفي ربوع فلسطين. اليوم يعني كل ما تزيد العلاقة ما بين هذين الكيانين يعني يتشابهان أكثر، ونتأكد أننا أصلا كنا يعني تأخرنا في قطع علاقتنا مع هذا الكيان مع الأسف الجار الغربي. نعم أستاذ رضوان، فعلا أعطيت تشبيها، وإحنا شفنا أنه الكيان الصهيوني لما يحاول يغطي على مشاكل داخلية في الداخل الصهيوني يخلق لنفسه أو يحاول أن يخلق بطولات في الخارج. نفس الشيء ربما المشاكل الموجودة في الداخل المغربي، أمور ومشاكل اجتماعية كثيرة، يحاول المغرب على ما أظن أنه يخلق مواضيع أخرى للحديث فيها أو يبرز وكأنه بطل في الساحة، ولكن ربما يحاول بمثل هكذا التصرفات تغطية العيوب الداخلية. لا أكيد، هي العيوب الداخلية كثيرة والأزمات كثيرة، وهذه شؤون داخلية المملكة المغربية لا تهمنا. ما يهمنا أن المغرب كنظام تحول إلى دولة إرهابية، تحول إلى دولة تدعم الحركات الإرهابية ضد كل ما هو جزائري، وذلك بالدليل الذي يعني أعلن عنه قبل فترة المجلس الأعلى للأمن في الجزائر. المغرب أيضا تحول اليوم إلى سرطان في القارة الإفريقية، لا يريد للقمة العربية التي ستكون في الجزائر أن تنجح. لما نطلع على الإعلام المغربي يعني هو تشويه دائم لصورة الجزائر. أعتقد أنه المغرب يعيش ربما مكوش ساعاته الأخيرة، لكن النظام المغربي ربما وصل إلى بداية النهاية من خلال هذه التصرفات، لأنه في النهاية سيجد نفسه لوحده حتى حلفاء سيتخلون عنه. يعني بدل أن يروح يحرر سبتة وميليليا يقصف مدنيين. هل يمكن القول بأنها رقصة الديك المذبوح أستاذ؟ لا، هو الديك المذبوح ذبح منذ فترة، الرقصة فقط ربما طالت قليلا، هو يحاول يطول قدر المستطاع في الرقصة. نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر الثلاثة الأستاذ رضوان بوهيدل على هذا التحليل، شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا نواصل هذا